فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وأما لي الألسنة بما يظن أنه من عند الله فكوضع الوضاعين الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة. الله جل وعلا ذكر عن اليهود قال: وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هذا ينطبق على الوضاعين في هذه الأمة الذين يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوافق مذهبهم، كما يذكر أن واحدا منهم لما ذكر الإمام الشافعي قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس يكون أضر عليها من إبليس. نعم. قال: وهذا الضرب من أنواع أخلاق اليهود وذمها كثير لمن تدبره في كتاب الله وسنة رسوله ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث. نعم، هذا كثير في القرآن لمن تدبره من أحوال اليهود وما ذكر الله عنهم، وذلك لأمرين: أولا للرد عليهم، الأول للرد على اليهود، وثانيا لتحذير هذه الأمة أن تسلك مسلكهم. ولكن مع هذا وقع بعض هذه الأمة فيما وقعت فيه اليهود من وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤيدوا بها مذاهبهم الباطلة، ولكن الله قيض للحديث حراسا وحفاظا يحرسونه من الدخيل ومن الكذب، ويدرسون الأسانيد ويدرسون المتون ويضعون الضوابط الدقيقة التي حالت بين هؤلاء وبين ما يريدون، فأصبحت أكاذيبهم معزولة وبائرة بأيديهم، ولله الحمد.